حطت قافلة سفراء الجزيرة رحالها بجامعة ابن زهر أكادير. حركة دائمة ونشاط الشباب المتجدد، هكذا تبدو الطالبة يوحاني ذو ماء العينين في سيرها للاستفادة من ورشات التدريب وصقل مكتسباتها المعرفية أكاديمياً ومهنياً. أملها أن تكون صحفية متميزة. من خلال هذه الورشة التكوينية في الجزيرة اللي عدلتها مع جامعة ابن زهر، أضافت لي على المستوى الشخصي وكذلك على المستوى العلمي. شخصيا عدت نحس عني نتفاعل أكثر مع المواد الإعلامية، عدت عندي تجربة أكثر في هذا المجال. وعلميا منين تحكمي تجربة من ناس عندهم باع طويل في مجال الإعلام والصحافة، يعطوك ليس فقط أكاديميا ولكن أيضا تطبيقيا. القدرة على التأثير في الجمهور، القدرة على التواصل مع الجمهور. يوحاني ذو لم تكن المستفيدة الوحيدة، بل هناك عشرات الطلاب المستفيدين من ورشات مختلفة. أنا سعيد أنني جيت هون، ونتمنى إن شاء الله أن هذا التجربة تستمر وتصبح موعد سنوي بين نحن وبين جامعة ابن زهر. هذه التجارب نحاول أن نقتسمها معكم، نحدثكم عن هذه التجارب. في آخر المطاف أنتم من سيخطو الخطوة الثانية نحو إن شاء الله النجاح. تلقين دقيق للدروس وتركيز كبير من المشاركين في الدورة وسط جو مفعم بالحيوية والحماس، يدفع جميع الفاعلين للنقاش لاستنباط مرتكزات الإعلامي المثالي. أتمنى أن تتوفر مزيد من الإمكانات الفنية والتقنية لهذه الدورة، مثلا استوديو يتوفر مزيد من الكاميرات ووسائل حتى وسائل المونتاج على الكمبيوتر وبعض هذه الأشياء. حاملين ما تعلموه من أفكار وآليات خلال أشغال الدورة إلى تطبيق ميداني مباشر. هذه الدورات هي مفيدة بشكل كبير، وكتعطي للطالب بالإضافة للشهادة اللي كيحصل عليها في التحرير الصحفي داخل الجامعة، كتعطيه ديبلوم آخر وكتعطيه قيمة في سوق الشغل وكتعطيه واحد القيمة اللي كتميزه عن باقي الدبلومات. يستل الستار عن فعاليات الدورة بالتقاط صورة للذاكرة. إلى لقاء آخر. بين التكوين الأكاديمي والانفتاح على المحيط الدولي الخارجي تولد خبرة جديدة لدى هؤلاء الطلبة. رباب أبا، ورشات الجزيرة، أكادير.